خوتي مغاربه السلام عليكم. اليوم الاحد 23 جانفي 2022. هذا النهار هذا الفيديو موجه الى السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومه ديالنا. كتعرفوا بان في الشعار ديالو خلال الحمله الانتخابيه بناه على نستهل الافضل، يعني غادي يوفر لنا واحد المغرب افضل من داك اللي كنا فيه، وغادي يمشي لمكامن الخلل وغادي يصلحها، خصوصا ان واحد الأقلية قليلة من الشعب المغربي اللي صوتت عليه، 25% من الناس اللي مقيدين في اللوائح الانتخابية، هذا قليل بزاف عاد. دونك السيد غادي يخدم والحكومة ديالو باش يكسبوا الثقة ديال المزيد من الشعب المغربي. مكامن الخلل هذا النهار غادي نتكلم عليهم، لأنه خصوصا عندنا ما ينهك الشعب المغربي، وعلاش أغلبية كيهرب الشعب المغربي، وحتى المليارديرات ديالنا ولاو كيصوبوا الوراق وكيزيدوا في حالتهم. الصحة العمومية، التعليم العمومي فضيحة عندنا في البلاد. الحكومة ما بيناتش واحد النية ديالها لإصلاح هاد القطاعين. الميزانية اللي كانت هي الأمور باقا هي 100 يوم دازت كلشي دايز، ودوك إلا غيزيدو في الميزانية غتكون حتى العام الجاي، ومات اللي مات وحيا اللي حيا. ملي كتكلم معاهم كيقول لك ما كاينش الفلوس. أنا غادي نقول لكم حيدوا شي شوية من الميزانية ديال الدفاع الوطني وحطوها. فما كنقولش لكم خليو الجيش ديالنا ولا المخابرات، خصوصا الجيش كيدافع على البلاد بالكلاطه ولا بالجبال، لا نعطيوه الاسلحه ولكن راه بثمن طنق يمكن غادي نقضوا المئات من المواطنين المغاربه. الناس مكرفسين في السبيطارات، الناس مكرفسين مع الامراض. غادي نجيكم الاكادير. كتعرفوا بان اكادير ماشي غير اكادير، راه من كلميم من طنطان هاد النواحي كلهم، الى تحرق شي واحد كيهزوه كيديوه لمراكش، لان احنا في اكادير احنا قريه، احنا واحد الدوار في منطقه نائيه ما عندناش. لونكولوجي السرطان عندنا واحد في جناح مستشفى حسن الثاني ديال لونكولوجي، ولكن سرطان العظام سرطان ديال بعض السرطانات لا، خصهم يمشيو لمراكش. وغادي نعاود لكم واحد المأساة وغادي تشوفوها ديال واحد الشاب وسيم. هاد الشاب هذا اش غادي نقول لكم، كيلعب مع الحسنيه ديال اكادير، الرياضي متفوق في القرايه ديالو، شدو السرطان في العمر ديالو حوالي 16 عام، سرطان ديال العظم. عائلته تمحنوا معاه، باعوا حوايجهم، باعوا كل شيء اللي قدامهم واللي موراهم، ومشاو لمراكش سكنوا، لان كاين تما في كيتعالج عام و4 شهور. ناس كتعرفوا الام ديالو لان مطلقه مع باه، الام ديالو باعت كل شيء، ما خلات ما دارت، وفي هذا الاسبوع هذا وقف عليها العول القضائي من اجل اداء المستحقات ديال الكره، للافراغ من دارها، وهي بقات مع داك الولد مسكين. هذا الولد هذا البارح السبت كان في واحد الحاله حرجه، وقال لهم انا ما كنعرفهمش، انا شخصيا ما كنعرفهمش، قال لهم بغيتكم تجيبوا لي رضا الطوجي. انا اش غادي نقول لكم، ما عنديش الكلمات. ومشيت لعندو ولقيته متبع على الفيديوهات ديالي وكيتفرج وكيقول لي المحتوى زوين، وعنده رساله لكم والى رئيس الحكومه والى المسؤولين ديال بلادي كاملين. تمحنوا هاد العائله هادي مع داك الولد، والمسؤولين ديالنا ما كاينينش في هاد العالم. شوفوا معايا، بغيتي تقول لنا شي حاجه؟ حافظوا على صحتكم، الطلاب فيها راهي كلشي، ما يعرف بها غير اللي مشات ليه. ايوا شوف، ان شاء الله غادي تشافى، وهادشي غادي يكون غير واحد التاريخ خايب وصافي، ولكن ان شاء الله غادي تشافى ياك؟ ان شاء الله. غنمشيو دابا للسبيطار حسن الثاني، وغادي نكون معاك انايا، وان شاء الله يكون خير ياك؟ شكرا. الله يحفظك خويا. وقالوا لي قلتي لهم جيبوا لي رضا بغيت ندوي معاه. اه الله يطول عمرك خويا، الله يطول عمرك. لالا شاديه السلام عليكم. عليكم. قول لي يا محمد امين، ولد اختك. ولد اختي. شحال في عمره؟ 17 عام. كان كيلعب مع الحسنيه. كان كيلعب كره في الحسنيه وكيقرا مزيان واكتيف بخير عليه، ما بيه حتى شي حاجه. حتى واحد النهار تحس بشد عضلي في الرجل ديالو، حنا قلنا من الكره ولا شي حاجه، مشينا دوزنا ليه في السبيطار حسن الثاني، خرجوا ليه واحد البنده، ما
من بعد قال لنا داك الطبيب خاصكم تمشيو للسبيطار ديال الحشاش تشوفوا واحد الطبيب خاص في العطا. مشينا شفنا هذاك الطبيب هو اللي طلب لينا لي غير. شحال كان في عمره ديك الساعه؟ 15 شي 4 شهور يدخل 16. واخا كان زون شي حاجه. صافي ملي درنا ليه لي غير طلبوا لينا لا بيوبسي، دخلنا السبيطار حسن ثاني داروا ليه لا بيوبسي وصيفطوه للمختبر في مكناس. من بعد بان نوعيه المرض اللي عنده، عنده سرطان العظم ساركوما ايوين سميتها، كتصيب غير اطفال. دونك وهذيك الساعه شنو درتو باش؟ ديك الساعه قالوا لنا خصكم تمشيو للانكولوجي، هما اللي كي البروتوكول ديال داك العلاج كاين غير في الانكولوجي. واخا عندكم لا ميتويال لاسيورونس شي حاجه الوالده ديالو؟ عندها الراميد فقط. عندها الراميد. واخا في السبيطار حسن ثاني في الانكولوجي شنو داروا معكم؟ في الانكولوجي قالوا لنا البروتوكول ديال هذا العلاج بالضبط ديال هذا اللاج ما كاينش هنايا، كاين في مراكش. غادي تدفعوا الدوسي ديالكم وغادي تسناو امكانيه اننا نتواصلوا مع السبيطار ديال مراكش، هما اللي غادي يحددوا الموعد وغيصيفطوا لينا بناء على الموعد حنا غادي نمشي. عطاكم هذا الموعد ولا لا؟ لا الان باقي كنتسناو الموعد. هذه عام ونص، عام تقريبا. وشنو درتوا نتوما؟ الميديسان اللي دار لي لا بيوبسي نصحنا قال لنا تمشيو لمراكش بوحدكم وديروا ليه ملف طبي جديد، خذوا الملف ديالو ولي غير كلشي من هنا من السبيطار وسيروا ديروا ليه ملف طبي جديد. حنا مشينا طلبنا الناس الله يجازيهم بالخير تدخلوا لينا وداروه كما داخل باسيون عادي. تحملتوا المصاريف ديال مراكش والسكن في مراكش وكلشي هذا المهم اللي دخلنا عند الطبيبه قالت لنا راه خاصو يدخل اوسبيتاليزي ايرجون، خاصكم تبقاو هنا في مراكش تجلسوا هنايا. مشينا كرينا الدار وجلسنا تمايا. شحال بقيتو؟ بقينا مدة شي عام وهو كيدير العلاج حتى قطعوا لي رجلي. قطعوا لي من البسه. صافي قلنا بانه راه تعتق ماشي مشكل، غيدير رجل اصطناعيه وغيرجع يقرا. اها من بعد خرجت التشريح ديالو ليزاناليز التشريح ديال الرجل اللي تقطعت. قالوا لك خفنا لا يكون هذاك المرض يكون داز مع لو سون ولا شي حاجه، طلبوا لينا سكانر ديال الصدر ولي غير معاود ثاني من كي كانت المعامله ديال الاطباء ممرضين في المستشفى ديال مراكش؟ المعامله سيدي في الانكولوجي ديال مراكش كنشكرهم بزاف، وقفوا معنا بزاف. انا ما كنحسبش هذاك مستشفى عمومي لان هذوك الناس وقفوا معنا بزاف من اصغر واحد من اللي فهم دميناج من الطباط اللي بروفيسور ما درناش ليه العمليه في مستشفى مهند السادي سيفطوا لينا لي بنو طفيل واحد البروفيسور هي اللي شرفات على العمليه ديالو. صافي ملي دار العمليه داز كلشي مزيان، عطاوه واحد المده ديال 3 شهور باش يريكيبيري فيها. من بعد طلبوا لينا عاوتاني لي غير و سكانير وبانوا لي لي طاش في صدرو وقالوا لينا راه انتقل ليه المرض للرئه ديالو، غنعاودو نبداو عاوتاني رحله جديده عاوتاني ديال لا شيموثيرابي. وفعلا داكشي اللي درنا تبعنا، ما عمرنا ما غطينا حتى شي سيونس. وقت ما قالوا لينا اجيو كنجيو، وقت ما كانت المناعه ديالو طايحه كنردوه كيعطيونا عاوتاني 8 ايام كنجيو اي حاجه قالوها لينا تنديروها. دابا عام جلستو في مراكش مقابلينو كنا غير ربع شهور، خليتو العمل ديالكم خليتو حياتكم سكنتو تما كلشي. قول لي حالتو حاليا دابا رجعتو لاكادير، شحال هادي نتوما في اكادير باش رجعتو؟ دابا هو الشهر دابا هادي باش المناعه ديالو طايحه، مشينا ديناه باش نديرو ليه الشيميو اخر مره، كان المناعه ديالو طايحه، كان عنده مونك دو سون دارو ليه غير الدم. وملي جبناه تبعت مع الطبيبه ديالو صيفطات ليا واحد التحليله قالت لي راه عنده مونك دو سون عاوتاني، تيه ديري ليه الدم. اكادير هادشي؟ اكادير تنتعامل معاها غير في التليفون. هي فين كاينه؟ في مراكش. في مراكش حيت ما يتسخسخش في الطريق وداكشي، كتقول لي قولي لي شنو انا نقول صيفط لك لوردونونس. وانا كان سميتو خاصو المورفين سالا ليه، عيطت ليها مشينا جبنا لوردونونس وجينا ديال المورفين ديالو. منين جبتو لوردونونس؟ من مراكش. مشيتو لمراكش باش تجيبو لوردونونس؟ مشينا الي وغوتوغ انا واختي. المهم عندو مونك دو سون مشينا ديناه للكلينيك مال العينين، شرينا درنا ليه ثلاثة ديال لي ساشي شريناهم من السبيطار حسن الثاني درناهم ليه. علاش ما درتهمش في السبيطار حسن الثاني؟
سبيطار حسن تينا سيدي ملي عطاوني الرساله اول مره من مراكش جبتو داروا لي واحد الخنشه خرجوا لي مع جوج د الليل وصيفط لك رساله في الواتساب. كيفاش جوج د الليل؟ علاش جوج د الليل؟ تعيط لي واحد الطبيب قال لي اجي خرجي هذا الولد. هو في هذه الحاله هذه خرجتو؟ اه خرجتو. ملي قلتها للطبيبه ديتو لمراكش باش داروا لي الدم في مراكش. من هنا هزيتيه ديتي لمراكش يدير الدم ورجعتيه. اه حيت سبيطار حسن الثاني داروا لي واحد الخنشه قال لي كافي صافي كافي. تزادت عليه الحاله هو ورمات لي الرجل وكلشي درت لي تحاليل نورمالمون خص يكون عنده 13 هو عنده 5. قالت لي الطبيبه جيبي جيتو لمراكش داروا ليه الدم داروا ليه الصدفه بعدا حيت العروق ما عندوش دخلوه للرازي داروا ليه الصدفه ودوزوا ليه الدم مزيان وارتاح شويه رجع فيه شويه اللون وجبناه. دابا قالت لي راه ما يمكنش مع الطريق وداك الشيء خاص كي داك الشيء عطات الرساله اللي عطاتك قالت لي غادي ديريها من طنجه للقويره اي مستشفى مشيتي ليه عطيتيهم هاد الرساله غادي يديروا لك هاد الشيء. وفعلا داك الشيء اللي كاين كنمشي للبلوك 4 عند واحد الطبيب تمايا ديال الصدر. فين هادشي؟ في بلوك 4 هنايا اكادير. كيخوي ليه الدم الله يجازيه بالخير كيدير ليه التلفازه وكيشوف فين كاين الدم وكلشي وكيخشيو ليه واحد البرا من ظهرو. اخر مره جبت ليه 1 لتر سميتو الدكتور سعيد يونس الله يجازيه بالخير. اخر مره ديتو ليه قال لي وقت ما تزير جيبو ليا. اخر مره ديتو ليه قال لي راه درت ليه التلفازه اختي ولكن راه هذاك الميتاستاز قاصح ما يمكنش نجبدو. مي قول لي اديتوه والبارح في الفجر 5 ونص ديال الصباح 5 ونص الصباح تزير عليه الحال اديتوه لسبيطار حسن الثاني. اش وقع لكم تما؟ اش وقع لنا؟ الدري تزير في الدار جا السيد الفرملي عبر ليه القلب كيدير 118-128 هكا تيدير وقال لي وجبنا واحد الطبيب ايرجون ادوميسيل في الليل قال لينا كيخاصم علينا قال لينا اش كيدير هذا الولد هنايا هذا الولد راه ما يمكنش تبقى كتشوفوا فيه خاصو يمشي للسبيطار. عمر لينا واحد الرساله قال لينا ديوها لهم للسبيطار دابا اللي ديناها لهم عطيناها لهم دخلوه لواحد الصاله تمايا داروا ليه الاكسجين وعلقوا ليه السيروم اللي حنا جبنا ليه معاه اللي عطاتنا الطبيبه وبقى تما جالس تمايا من 5 الصباح حتى 6 العشيه ديال الغد ليه عاد جا واحد الطبيب. كيفاش؟ ما داروا ليه حتى حاجه ما عندهم ما يديروا ليه كيمشي طبيب كيجي طبيب كيبانوا ليا طبه حارو. اه الاطباء تيبانوا ليا حارو. واش ما داروش ليه الدواء ما داروش ليه داروا ليه واحد البرا ومازال داروا منها غير النص ديالها باش ينعس باش غير يغمض شويه يرتاح. صافي صافي حتى امتى بقيتو تما في الاورجونس؟ تما سيدي حتى البارح مع 9 ديال عاد خرج السكانير قول 11 عاد جينا جبنا لابيلونس وهزينا وعطاوكم لي زاناليز سيرو ديروهم في لابوراتوار برا عطاوكم عطاونا واحد التحليله مشي درتها ب 500 درهم في محفوظ معاش من ساعه هادشي هذيك درتها مع 6 الصباح عندي التوقيت في الوقت 6 الصباح عمروا لكم سيرو ديروا اه 6 الصباح مشيت علاش ما كاينش تما لابوراتوار ما كاين والو في السبيطار تخرج لك دغيا دابا في ساعه ونص سيري المحفوظ لقيتهم وشنا هما الحوايج اللي عاوتاني عطاوكم تمشيو تشريوهم ولا تمشيو تصاوبوهم؟ عطاونا واحد الدواء كيدار مع السكانير باش يبان مشيتو نتوما شفتوه شريتو ب 600 درهم دابا هو في حاله خايبه بزاف عاد وكيعطيكم في الزوردونو سيشري سير دير جيب الدواء سير دير هذا حنا بغينا يديروا ليه غير الاكسجين وينفسوا ليه صدرو وما عاد يعرفوا اكثر مني انا بعدا بغيتهم يديروا لي يراقبوا لي الدقه ديالو ديال القلب القلب ديالو خفت عليه ما يطرطق ما تي ما تي ما تي ما قديتش نتحرك ولا نخرج من هذا الدكتور. اه سمعت أمين قلتي؟ ما نقدرش نتحرك بالألم كاع الجهد ديالي مشى ليا في هاد السنين ديال العلاج ما قدرتش نخرج نهائيا. عيتي من الكلاس؟ وداري كاملة كده الله يشافيك ان شاء الله. شوف خويا ان شاء الله كنت ها كنت عرفت اصبر شويه اصبر شويه امشيو دابا للسبيطار ويكون خير. الاسانسور خاسر الطبقه الرابعه. لا لا ما تقدر هذا ما لا ما خليك ما خليك
صراحة جزيل الشكر لهاد الشركة هادي ودكتور عبادي، لأن وقت ما احتاجيناه كنلقاوه. هاد سيارات الإسعاف مجهزة بكل شيء، الإمكانيات على الأقل ماشي بحال دوك ال الدخلة ديال المستشفى الحسن الثاني الله يشافيه. هانتوما سمعتوا هاد القصة المؤلمة، العائلة ديال محمد أمين عياو تنهكوا ماديا، باعوا الفراش اللي عندهم في الدار، باعوا التلفزيون، باعوا حوايجهم، باعوا كل شيء باش ينقذوا محمد أمين. محمد أمين تكرفص عيا جسديا وحتى نفسانيا، لان غاديين به لمراكش جايبينو لمراكش، واحد تكرفصه تكرفص. وثانيا هو باقي شاب، ما عندناش داك المواكبه النفسيه اللي بحال هاد الاطفال اللي كيعانيو من هاد الامراض هادي والامراض كلها، لا مريض لو هذا. وحتى ملي كيديو سبيطار حسن الثاني، واش السيد في حاله خطيره وعائلته ما عندهاش فلوس، سير دير لي زاناليز في 6 الصباح، سير شري الدواء في 6 الصباح. واش دايرين كوميسيون هاد الناس اللي كيصيفطوهم مع اللابوراتوار على حساب على ظهر المواطنين؟ واش سبيطار على قدو ما فيهش اللابوراتوار ديالو ديال لي زاناليز؟ علاش كيصيفطوه لمراكش؟ هادشي كلهم اسئله كثيره بزاف. عاد كنت كنتمنى مع محمد امين نسجل معاه، سورتو البارح عنده رسائل. البارح لما خرج من الديشوكاج كيقول لي عافاك عندك تنساني، غدا رجع لعندي ضروري بغيت ندوي. شوفوا معايا محمد امين لما كان كيتمتع بالصحيحه ديالو، هذه واحد العام ونص. محمد امين اليوم مع 6 الصباح كيخبروني انه توفى، الله يرحمه ويسع عليه في هذا النهار هذا ويصبر عائلته. السيد رئيس الحكومه اللي كتكلم على نستهل الافضل بحال محمد امين، كاينين المئات ديال المواطنين المغاربه غير هذه الحاله ديال السرطان اللي كيعانيو البعد، اللي ما عندهمش الفلوس، اللي دابا راه باعوا اللي قدامهم واللي وراهم. الام ديالو اليوم عاد غتبدا تخلص في الكريديات، وكي غادي دير الدار عندها القرض من الدار، غتلقى راسها في الزنقه ولا تمشي عند شي وحده في كواتا باش تسكن. المهم مأساة انسانيه. دونك ما تقولوش ليا ان نستاهلوا الافضل وبان راه غادي يتقادوا، لان الميزانيه هي هذيك راه اللي فيها راه الدار. اشنا هي الحلول العاجله؟ السيد رئيس الحكومه الفيديو موجه لك. بالنسبه لهاد العائله هادي الله يصبركم، بالنسبه للناس اللي كيعرفوا الوالده ديال محمد امين وبغى يتعاون معها على هاد المأساة اللي راها فيها، مرحبا راني نعطيكم التليفون ديالها اللي بغيتو في الحي محمدي، الناس اللي ساكنين في اكادير وتواصلوا معها في سبيل الله. هذه مأساة انسانيه، هذا هو الواقع ديال المغرب اللي كنبغيو حنا نضركوه. تبارك الله عليكم والله يسر اموركم والله يخلي لكم صحيحتكم، ونخليكم مع هذه الصوره والرساله ديال محمد امين الله يرحمه. بغيتي تقول لنا شي حاجه؟ حافظوا على صحتكم، حتى الله فيها راهي كلشي، ما يعرف بها غير اللي مشات ليه.